السلام عليكم طلاب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة قسم علوم المالية والمصرفية المرحلة الأولى الدراستين الصباحية والمسائية. المادة مبادئ المحاسبة المالية، مدرس المادة مدرس مساعد هدى محمد رضا. اليوم إن شاء الله محاضرتنا حتكون المحاضرة السادسة من الكورس الثاني. الموضوع اللي راح نتطرق إليه هو التسويات القيدية. طبعا هذا الموضوع مثل ما تعودنا انه بالبدايه انطي فكره معينه شرح عن الموضوع، وبعدها انطي شلون تكون المعالجات المحاسبيه، وبعدها نتطرق امثله متنوعه اوضح لكم كل موضوع شلون تجي صيغه السؤال، شلون تحله، شلون تعرف الامور الاساسيه اللي المفروض تخليها في بالك. بالنسبة للتسويات القيدية أو تسوية الحسابات، هي التسويات القيدية إما إحنا نسويها للحسابات. إذا شنو معناته تسوية الحسابات؟ وأني لمن أسوي هاي تسوية الحسابات؟ تسوية الحسابات المصروفات والإيرادات هو إجراء ضروري المفروض إنه تراعي كل وحدة اقتصادية ترغب إنه تحدد نتيجة أعمالها، يعني شنو نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة، وتحدد مركزها المالي. واضح؟ إعداد قائمة الدخل أيضا شو نسميها مثل ما احنا اطلقنا له بالكورس الأول هي قائمة الأرباح والخسائر، وإعداد وقائمة المركز المالي هذه إذا الآن أعدها بصورة دورية ايش يتطلب من المحاسب؟ يتطلب انه تسوية حسابات المصاري المصروفات والإيرادات بما يخصها من مقدمات تتعلق بالفترة المالية القادمة ومستحقات تتعلق بالفترة المالية الجارية. يعني أني أخلي في بالي تسوية الحسابات والفترة الزمنية، سواء كانت يعني تتعلق بالفترات المالية القادمة أو الفترات المالية الجارية. لازم أنه أني أجري قيود تسوية جردية للمصروفات والإيرادات من أعد القوائم المالية بيا فترة، هاي طبعا في نهاية الفترة المالية. طيب ليش أنا أجري هذه قيود التسوية؟ على مود أني أضمن مقابلة سليمة في قائمة الدخل ما بين من وبين من؟ ما بين الإيرادات المكتسبة خلال الفترة والمصروفات اللي يتحملها المشروع في نفس الفترة. وهذا مثل ما وضحناه بالبداية بالكورس الأول هو جوهر أنه أنا أطبق أساس الاستحقاق اللي يشيل بيلي متطلبات مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات، وهما مبدأان مقبولان عموما في علم المحاسبة. طيب أنا من المحاسب من يسجل عمليات المحاسبية يسجلها في سجلات بموجب أساسين. شنو هاي الأساسين؟ هما أساس النقدي وأساس الاستحقاق، ويختلف تطبيق هذه الأسس حسب طبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية، مثلا خاصة أو حكومية، هادفة للربح أو غير هادفة للربح. وأني هسه راح أنطي نبذة مختصرة عن كل مفهوم من مفاهيم الأساس الأسس اللي هو أساس النقدي وأساس الاستحقاق. بالنسبة للأساس النقدي، شنو معناته الأساس النقدي؟ بموجب هذا الأساس يتم تسجيل والاعتراف بكافة المصاريف المدفوعة والإيرادات المستلمة خلال السنة المالية بغض النظر عن تاريخ استحقاقها، سواء كانت هذه تخص الفترة الحالية أو الفترات الأخرى. يعني شنو معناته هذا الأساس؟ بيش يعترف؟ يعترف بالمعاملات والأحداث فقط عند استلام النقد أو دفعه، هذا معناته الأساس النقدي. وإن أساس إثبات قيود المصروفات والإيرادات هو تاريخ الصرف أو التحصيل الفعلي خلال السنة المالية بغض النظر أنه عن تاريخ الاستحقاق، سواء كان يعني يخص سنة قادمة أو سنة سابقة أو حالية. طيب بيش يمتاز الأساس النقدي؟ يمتاز هذا الأساس بالبساطة والسهولة بفهم القوائم المالية، أيضا السهولة بالرقابة والسيطرة على التدفقات المالية، بالإضافة اللي ذكرناها هاي المميزات أنه السهولة بعرض الحسابات وسرعة إقفالها وعرض الكشوفات المالية. طيب الأساس النقدي هو أني أحمل مثل ما ذكرنا
حساب الأرباح والخسائر بالمصاريف والإيرادات المتحققة نقداً، مثل ما وضحتها قبل شوية، خلال الفترة المالية على مود أني أستخرج الربح النقدي. لكن هذا الأساس فيه عيوب. من عيوب هذا الأساس هو أني أحمل السنوات اللي تدفع فيها مصاريف نقدية قد تخص سنوات قادمة بحصة أكبر من المصاريف عن السنوات التي لا يتم فيها دفع مصاريف نقدية، وهذا راح ينعكس على شنو؟ راح يظلل نتيجة النشاط من ربح أو خسارة. واضح؟ هذا بالنسبة للأساس النقدي. النوع الآخر من الأسس هو أساس الاستحقاق. بموجب هذا الأساس يتم الاعتراف وتسجيل الآثار المالية للمعاملات بمصاريف وإيرادات الفترة اللي حدثت فيها هذه المعاملات والأحداث، لكن بغض النظر عن وقت الدفع أو الاستلام النقدي. أيضا أساس الاستحقاق به مميزات. مميزاته شنو هي؟ يوفر لي معلومات طبعا حتعكس الصورة الحقيقية لموارد أي وحدة اقتصادية خلال السنة، بمعنى أي الوضع المالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية. وش يترتب على اتباع أنه إذا اتباع أساس الاستحقاق؟ إجراء التسويات اللازمة اللي تعكس المصاريف والإيرادات، وعندها إعداد الحسابات الختامية تجري التسويات الحسابية اللازمة على مود يتم تحديد كل يعني ما يخص لكل سنة مالية من إيرادات ومصروفات، وتحملها بما لها من إيراد وما يخصها من مصاريف. طبعا ظهر أساس الاستحقاق هو لمعالجة العيوب اللي ظهرت بالأساس النقدي، وهذا يعتمد هذا الأساس على مبدأ التحقق. يعني شنو؟ أربط المصاريف والإيرادات بالفترة المالية اللي يخصها بغض النظر عن الدفع أو الاستلام مثل ما ذكرنا قبل قليل. قيود التسوية طبعا أكو يعني هي الكتب مصنفتها أما تسوية المصاريف أو تسوية الإيرادات، يعني حسب، أو أكو كتب أخرى شم سميتها المقدمات والمستحقات، لكن هي نفس الفكرة ونفس الإجراءات المحاسبية. بالنسبة لي النوع الأول اللي هو تسوية المصاريف راح أشرحه وأشرح الحالات الخاصة بي وأنطي مثال عنه، وأيضا تسوية الإيرادات أشرحه وأشرح مثال عنه بسيط. بالنسبة لي تسوية المصاريف شو تمثل لي المصاريف بالبداية؟ المصاريف نعرفها هي تدفقات نقدية خارجة أو أي استخدام للأصول أو تحمل للالتزامات مقابل الحصول على الإيرادات أو مقابل الحصول على منافع أو خدمات من الغير. طيب بالنسبة للحالات الخاصة بتسوية المصاريف راح أنطي كل حالة وأعرف عن كل حالة شنو معناتها وأنطي القيد المحاسبي اللي يخصها، وبعدها أنطي مثال عن تسوية المصاريف ونفس الحالة بالنسبة لتسوية الإيرادات. بالنسبة للحالات الخاصة بتسوية المصاريف أليف حالة عدم وجود مبلغ مدفوع مقدم أو مستحق الدفع، يعني هنا بهالحالة أني لا راح أثب يعني لا راح أدفع مصروف مدفوع مقدم ولا إلي أني علي مصروف مستحق الدفع المفروض أني أدفعه. هنا بهاي الحالة كمعالجة محاسبية لا يتم تسجيل قيد تسوية، لا يتم تسجيل قيد تسوية. واضح؟ هذه الحالة. الحالة الثانية حالة وجود مبلغ مستحق الدفع. بالبداية شنو معناته الحالة هاي؟ شنو معناته مصروف مستحق الدفع؟ شنو معناته مصاريف مستحقة؟ هي نفس التسمية. هاي المصاريف تتضمن كافة المصاريف المستحقة معناتها وغير المدفوعة، مستحقة وغير المدفوعة. مثلا عدم دفع رواتب الشهر الأخير للسنة المالية، وهاي تصنف المصاريف المستحقة. وين أصنفها بقائمة المركز المالي؟ ضمن المطلوبات قصيرة الأجل. طلاب اللي يعني أطلب منكم الكلام اللي أذكره بملاحظات جدا مهمة، ممكن تجي خيارات، ممكن تجي صح وخطأ، لازم السجل
وأثبت كل الملاحظات اللي أذكرها. أعيدها، بالنسبة للمصاريف المستحقة، الحالة باء، من أنا عندي مصروف مستحق الدفع أو مصاريف مستحقة، هاي تتضمن لي كافة المصاريف المستحقة يعني غير مدفوعة، مثلا عدم دفع رواتب الشهر الأخير للسنة المالية. طيب هاني هاي المصاريف وين أصنفها المصاريف المستحقة؟ ضمن المطلوبات قصيرة الأجل، ولهذا السبب هنا أنا راح نعتبرها ضمن الخصوم المطلوبات. واضح؟ الإجراء المحاسبي إلها من حساب المصروف إلى حساب مصروف مستحق الدفع أو مصاريف مستحقة نفس الحالة. واضح؟ هاي شنو معناته هنا أنا خليته خصوم؟ يعني يظهر لي بقائمة المركز المالي ضمن المطلوبات قصيرة الأجل. الحالة جيم، حالة وجود مبلغ مدفوع مقدم. شنو معناته مبلغ مدفوع مقدم؟ الحالة جيم، مصاريف مدفوعة مقدما، تتضمن كل المصاريف اللي يتم دفعها، بمعنى اللي تخص أكثر من فترة مالية. أنطيكم مثال، مثلا دفع مصاريف تأمين لمدة سنتين. دفع مصاريف تأمين لمدة سنتين. طيب أنا هاي المصاريف المدفوعة مقدما أنا وين أصنفها بقائمة المركز المالي؟ أخليها ضمن الموجودات غير الملموسة، وتصنف في المركز المالي. ليش؟ كونها تأخذ ميزة الموجودات. شنو معناتها تأخذ ميزة في الموجودات؟ معناتها أن تحقق منافع اقتصادية مستقبلية. واضح؟ ويمثل هذا المبلغ مصروف الفترة القادمة، هذا معناته المصروف المدفوع مقدما. طيب المعالجة المحاسبية الخاصة بهذا الحساب شلون راح تكون؟ هنا أصول. ليش؟ عرفنا ليش أصول. أصول يعني موجودات، خصوم يعني مطلوبات. عرفنا ليش أصول؟ طيب المعالجة المحاسبية حتكون من حساب مصروف مدفوع مقدم إلى حساب المصروف. مثال عن النوع الأول، تسوية المصاريف. مثال، بافتراض أنه تم تأجير، المحل على مود يكون قدامكم، بافتراض أنه تم تأجير مبنى للشركة في 1/1/2009 بإيجار شهري. بإيجار شهري إيش قد قيمته؟ 100,000 دينار. تم دفع تأجير مبنى، يعني أنا إيش نطيت؟ مصروف مصاريف إيجار، مصاريف خاصة بالإيجار، إيش قد؟ 1/1. طيب هاي شنو هذا من دفعته 1/1 شهري؟ قيمته إيش قد؟ 100,000 دينار. انتبه على المعلومات الواردة بالسؤال. المطلوب تسجيل قيود التسوية بظل عندي 3 افتراضات. أولاً أنه تم دفع مبلغ قيمته 1,200,000 دينار. أجي أشوف، أولاً الآن قيود التسوية شو وقت أسويها؟ نهاية الفترة المالية، يعني من 1/1 إلى 31/12/2009، شقد؟ سنة. فرح أضرب سنة يعني كم شهر؟ 12 شهر. 12 شهر في 100,000، 1,200,000، 1,200,000 دينار هذا المبلغ المدفوع. طيب هنا لا أني دافعة أكثر من اللازم، ولا أني بعد علي مبلغ المفروض أني أسدده. يعني هنا أنا شنو بهالحالة من أقول لك ثبت القيد المحاسبي، تذكر لا يتم تسجيل قيد تسوية. واضح؟ النقطة الثانية، أنه تم دفع مبلغ قيمته 1,000,000 دينار. تم دفع مبلغ قيمته 1,000,000 دينار. طيب أنا خل أشوف خلال السنة إيش قد المفروض هو يدفع. من 1/1 إلى 31/12 سنة، السنة يعني 12 شهر، أني الشهري الشهر الواحد 100,000، فرح أضرب 12 في 100,000، يطلع لي 1,200,000 ناقص المبلغ اللي دفعه اللي هو 1,000,000. فرح أطرح على مود أعرف أني دافع مبلغ أزيد من اللازم لو أقل. فهنا 1,200,000 ناقص 1,000,000 يساوي 200,000 دينار. 1,200,000 ناقص 1,200,000 هذا شيء مثل للـ200. هذا معناتها أنا بعد بدمتي مصاريف مستحقة غير مدفوعة، لأن أنا إيش قد دفعت؟ دفعت فقط 1,000,000 دينار، والمفروض أنا إيش قد أدفع؟ 1,000,000
وميتين ألف. فإذا هنا شنو معناته؟ معناته أني بذمتي مصروف مستحق غير مدفوع، إيش قد قيمتي؟ 200 ألف، راح يكون القيد المحاسبي من حساب الإيجار 200 ألف دينار إلى حساب إيجار مستحق الدفع، وما ننسى هذا خصوم يعني بجانب المطلوبات وذكرناها بالبداية بقيمة 200 ألف دينار. الخطوة اللي بعدها اللي هي إنه افترض إنه تم دفع مبلغ قيمته 1,600,000 وتم معاملته كمصروف. طيب نفس الحالة أنا أضرب 12 شهر في 100,000 حيطلع لي 1,200,000 ناقص اللي أنا دفعته، هذا معناته شنو؟ أنا دفعت مبلغ أكثر مما هو مطلوب، يعني دفعت مبلغ مقدم، معناته أنا دفعت مبلغ مقدم يعني يخص أكثر من فترة مالية، معناتها يخص أكثر من فترة مالية. فراح أطلع الفرق عفوا، راح يكون من حساب إيجار مدفوع مقدما إلى بقيمة 400,000 إلى حساب 400,000 حساب الإيجار. هاي بالنسبة للمصاريف سواء كانت مدفوعة مقدما أو مستحقة الدفع. هاي بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني تسوية الإيرادات، أيضا عندي بيها ثلاث حالات وراح أعطيكم مثال عنه وأوضح كل حالة شنو معناتها. تعرف الإيرادات بأنها عبارة عن تدفقات نقدية داخل، يعني أنا مبالغ أحصلها إيراد فشي يدخل لي أنا كوحدة اقتصادية، أو حقوق اللي تنشأ لدى الغير نتيجة شنو؟ إما بيع سلعة أو يقدم خدمة، إما بيع سلعة أو يقدم خدمة. أيضا تسوية الإيرادات بها ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة عدم وجود مبلغ مستلم مقدم أو مستحق الاستلام، بهالحالة معناتها أنا ما راح يتم تسجيل قيد تسوية. الحالة الثانية حالة وجود مبلغ مستحق الاستلام، لأنه إيراد داخلي أنا راح أحصله. شنو معناتها؟ أول شيء شنو معناتها إيرادات مستحقة أو إيرادات غير مستلمة؟ هنا ممكن أقول لك إيراد مستحق أو إيراد غير مستلم، هو إيرادات مستحقة وغير مستلمة، وتصنف الإيرادات غير مستلمة ضمن الموجودات غير الملموسة، ولهذا السبب إحنا نسميها أصول، أصول موجودات نفس التسمية طلاب، واضح؟ بالنسبة للمعالجة القيدية كتسوية قيود تسوية حيكون من حساب إيراد مستحق الاستلام إلى حساب الإيراد. بالنسبة للحالة الثالثة حالة وجود مبلغ مستلم مقدما، إيراد أنا بخلي مقدم عن فترات مالية مقدمة، هذا شنو معناتها؟ هاي تتضمن أنه تم استلامها مبلغ لكن يخص هذا المبلغ أكثر من فترة محاسبية لكن لم يحين وقت استحقاقها. الإيرادات المستلمة مقدما، على سبيل المثال استلام إيراد عقار لمدة سنتين. طيب أنا هذه وين أصنف هالإيرادات المستلمة مقدما؟ ضمن المطلوبات قصيرة الأجل إذا كانت تستحق في السنة القادمة، وضمن المطلوبات طويلة الأجل إذا كانت تخص أكثر من سنتين. طيب أنا ليش صنفتها؟ شنو سبب أنه أنا تم تصنيفها محاسبيا ضمن المطلوبات؟ ليش؟ لأنها تعد التزام يفرض علينا يعني أن أقدم الخدمة أو السلعة مقابل الأموال اللي أنا استلمتها مقدما بصورة إيرادات، واضح؟ هذا معناته الإيراد المستلم مقدما، ولهذا السبب أنا خليته هنا بالجانب الدائم ضمن الخصوم أو المطلوبات، ووضحت أكو عندي إيش وقت أنا أستخدمه مطلوبات قصيرة الأجل ومتى أستخدمه مطلوبات طويلة الأجل. طبعا هذا كله يتعلق بالفترة المالية، حيكون القيد المحاسبي من حساب الإيراد إلى حساب إيراد مستلم مقدم. ناخذ مثال عنه، مثال بافتراض أنه تم تأجير مبنى الشركة للغير في 1/1/2009 بإيجار شهري قيمته تشقد 100,000 دينار. أيضا المطلوب تسجيل قيود التسوية في ظل الافتراضات الآتية، نفس الفكرة الخاصة بتسوية المصاريف
أولاً أنه تم استلام مبلغ إشقد 1,200,000، الحالة الأولى. الحالة الثانية تم استلام مبلغ قيمته 1,000,000، الحالة الثالثة أنه تم استلام مبلغ قيمته 1,600,000 دينار وتم معاملته كإيراد. واحد أنه تم استلام مبلغ 1,200,000 دينار 12 شهر يعني سنة. احنا هسه على الافتراض الاول انه تم استلام مبلغ 1,200,000، فرح اول شيء اني امشي على شو اسمه اشوف هل اني عندي ايراد مستحق غير مستلم او عندي ايراد استلمته ويخص اكثر من فتره. هسه راح اشوف بالنسبه للنقطه الاولى 12 شهر في 100,000 دينار يساوي لنا 1,200,000 دينار. هذا المبلغ المستلم، معناتها أني لا عندي إيراد مستحق غير مستلم ولا عندي إيراد تم استلامه لكن هو يخص أكثر من فترة محاسبية. بهاي الحالة أني ما أسجل أي قيد تسوية. الحالة الثانية أنه تم استلام مبلغ قيمته 1,000,000 دينار، أيضا أني أضرب 12 شهر في 100,000 دينار يساوي لنا 1,200,000، أطرحه من 1,000,000 الافتراض الثاني راح يطلع لي 200,000 دينار. هذا معناته شنو؟ أنا عندي مبلغ أو إيراد مستحق لكن أنا ما مستلمه، فراح أثبت القيد المحاسبي من حساب إيراد عقار مستحق الاستلام، أنا هذا ما مستلمه 200,000 دينار، إلى حساب إيراد عقار قيمته 200,000 دينار. الحالة الثالثة أنه تم استلام مبلغ قيمته 1,600,000 دينار. طيب أيضا راح نضرب 12 في 100,000 دينار، نستخرج 1,200,000 دينار ناقص الافتراض اللي هو أنه تم استلام هذا المبلغ 1,600,000. راح أشوف أنه أني استلمت إيراد لكن يخص أكثر من فترة محاسبية، معناتها إيرادات مستلمة مقدما قيمتها 400,000 دينار. بهذه الحالة حثبت القيد المحاسبي من حساب إيراد عقار قيمته 400,000 بقيمة 400,000 دينار إلى حساب إيراد عقار مستلم مقدم بقيمة 400,000 دينار. نهاية المحاضرة أخذنا التسويات القيدية والفترة المالية والفترة الأهم شيء أنه أنا هاي التسويات أحتسبها في نهاية الفترة الزمنية. عندي أساسين، أساس النقدي وأساس الاستحقاق. الأساس الاستحقاق هو معالجة للعيوب اللي موجودة بالأساس النقدي، وأخذنا التسويات القيدية إلمن للمصاريف والإيرادات. أكو عدة تصنيفات بالكتب، أكو تصنيفات مثلا تسوية المصاريف بيها يشمل لي مصاريف مستحقة ومصاريف مدفوعة مقدما، وأكو تسوية إيرادات بها إيرادات مستلمة مقدما إيرادات مستحقة. أكو كتب أخرى لا مصنفتها غير تصنيف أنه تسوية المقدمات وتسوية المستحقات. المقدمات اللي هي منه مثلا المصاريف المدفوعة مقدما والإيرادات المستلمة مقدما، المستحقات المصاريف المستحقة والإيرادات المستحقة. وتطرقنا ثلاث حالات لكل حساب خاص بالمصاريف والإيرادات وانطيتكم أمثلة عنها. خلصت محاضرتنا لهذا اليوم، أي سؤال أنا حاضرة. شكرا جزيلا.